واحد مش شعبان، شعب واحد مش شعبان. ويا للهار يا للهار، ويا للهار يا للهار، ويا للهار يا للهار، ويا للهار يا للهار. واحد مش شعبان، وشعب واحد مش شعبان، وشعب واحد مش شعبان. ويا مطبع يا جبان، ويا مطبع يا جبان. الوقفه ديال اليوم هي وقفه اللي دعات ليها الجبهة على المستوى الوطني. كاين اكثر من 32 مدينه في هذه اللحظه اللي نازله في وقفات احتجاجيه اللي جات في سياق ديال الذكرى الثانيه لتوقيع ديال الاتفاق ديال التطبيع، لانه تنعتبره اتفاق ديال الخيانه وديال العار وديال الادلال، ولا ينسجم مع التطلعات والموقف الشعبي ديال شعبنا اللي عبر التاريخ كان مع القضيه الفلسطينيه وضد الكيان الصهيوني الغاصب، لانه تاريخيا المغاربه كانوا الى جانب فلسطين ونزلوا في مسيرات كلما ارتكبت الكيان الصهيوني مجازر الا وكان الموقف ديال التنديد. لهذا احنا بالنسبه لنا تنطالبوا باسقاط هذا الاتفاق لانه مدان ومرفوض شعبيا. والدليل على هذا ما وقع في مونديال 2022، الشعوب العربيه والمنتخب الوطني المغربي نزل بالعلم الفلسطيني، وهو يؤكد بهذا الموقف بأنه موقف مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني ورافض لهذا الكيان الصهيوني. والموقف الجميل كذلك هو لما رفضت الشعوب إعطاء تصريحات الإعلام الصهيوني بالدوحة. هذا الشيء كله يؤكد بأن الشعوب في واد والأنظمة في واد آخر، وأنه لا مستقبل لنا ولا حاضر ولا مستقبل لنا مع هذا الكيان الصهيوني. لهذا على هذه الأنظمة أن تنسجم مع تطلعات شعبها وموقفها التاريخي الرافض لهذا التطبيع. سنستمر حتى إسقاط التطبيع. فلسطين ماشي للبيع، فلسطين ماشي للبيع، وفلسطين